قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن البرلمان التركي يجب أن يعطي أولوية لمناقشة دستور جديد. وفي أول خطاب له بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، أكد أردوغان أن رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو سيجري مشاورات مع زعماء المعارضة بشأن إعادة كتابة الدستور، وأنه يؤيد دعوة إجراء استفتاء شعبي حول آراء المواطنين الأتراك في المسألة في حال فشل هذه المفاوضات.